صباح الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم، وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار. النهارده عندنا موضوعات مختلفه ومنوعه، منها موضوع عن جهود الحكومه لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي. هنتكلم بالتفصيل عن معنى الاستثمار الصناعي وكيفية تحفيزه مع أحد الخبراء والمتخصصين. عندنا أيضا النهاردة ذكرى أو يوم عيد الإعلاميين 89، بطبيعة الحال هنحتفي بهذا اليوم وهنستضيف إحدى الخبيرات في مجال الإعلام عشان نتكلم عن دور الإعلام في رفع الوعي والحفاظ على الهوية المصرية وجوانب تانية كتير. ده بالإضافة طبعا إلى جولتنا مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. نروح لفاصل قصير ونبدأ معاكم جولتنا مباشرة. اهلا بكم مره ثانيه ونبتدي معاكم جولتنا، حيث اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني حرص الدوله على اتباع اعلى المعايير لانتقاء افضل الكوادر المؤهله علميا وفنيا وشخصيا وفقا لاحدث وسائل وبرامج التدريب والتاهيل التي تتناسب مع طبيعه عملهم. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقد تابع السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي. وفي ذلك السياق أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا وشخصيا، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم بكفاءة في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وعلى صعيد آخر، التقى السيد الرئيس خلال زيارته للكلية الحربية بعدد من كبار مربي الخيول العربية المصرية وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم 1 بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد سيادته أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة بما ينعكس إيجابا على شخصية النشئ وحياتهم العملية مستقبلا.
أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعادة تنظيم مركز المعلومات كهيئة علم خدمية بيختص المركز برصد توجهات الرأي العام للمواطنين بشأن عدد من القضايا والقوانين ذات الأولوية من خلال استطلاعات الرأي العالمي وغير هذا، ويعمل على إدارة حوار مجتمعي بشكل دوري حول قضايا السياسة العامة والمساهمة في رفع الوعي بالسياسات الحكومية في مختلف المجالات، كما يهدف إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بمحافظة بني سويف، وذلك لتسليم 100 مشروع تمكين اقتصادي و18 كشك للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة. ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق التي أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستكمل جمعية الأرمان بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة أعضاء التحالف خطواتهم في مبادرة التمكين الاقتصادي بتسليم مشروعات تنموية صغيرة للفئات الأكثر احتياجا بمراكز وقرى محافظة بني سويف، والتي تتنوع ما بين أكشاك لبيع المواد الغذائية وقروض تمويل لمشروعاتهم. عندنا 100 مشروعات تنموية صغيرة، تمويل مشروعات تنموية صغيرة، عندنا 18 مشروع كشك للأرملة والمعيلة، وعندنا طبعا للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. مبادرة 600 ألف باب رزق كان من ضمنها أو من ضمن فعاليات المبادرة دي إن كان في بروتوكول تعاون ما بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة. الغرض من البروتوكول هو تمكين الأسر الأكثر احتياجا في القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة. مكون التمكين الاقتصادي، ويمكن في رأيي هو قد يكون مكون شديد الأهمية، لأنه هو اللي هيحسس الناس بشكل مباشر بثمار التطوير اللي بيتم. أطلقت هذه المبادرة نتاج عقد بروتوكول تعاون بين حياة كريمة وجمعية الأرمان، وجاءت محافظة بني سويف كثاني محطات المبادرة بتوزيع نحو 118 مشروع تمكين اقتصادي على الأهالي، حيث تم البحث والوصول إليهم من خلال قاعدة بيانات مسبقة. قدمت على المشروع، أخذت المشروع، واعمل بقى اوسع المشروع بتاعي عشان اكمل اجوز واعيش انا وجوزي. انا اخد كارد اشتغل وازود شويه واساعد مع ابني واساعد بيتي واكبر المشروع شويه. ما كنتش متوقع ان حاجه تحصل زي كده. اشكرهم بقى كل الناس اللي بتقف في الخير يا رب. مبسوطين، ويا رب يا رب يا رب يجعلهم في ميزانيه حسناته عشان هم وقفوا جنبي، لان انا ظروفي مش حلوه. أحمد إبراهيم يعد أحد المستفيدين من مبادرة التحالف الوطني، ليأتي هذا المشروع ويكون طوق نجاة له من ظروف جعلته غير قادر على إيجاد باب رزق له، وتم تسليمه كشك مواد غذائية يفتح له باب رزق جديد. قعدت فترة جامدة حوالي سنتين ما كنتش شغال، فطبعا بدأت طبعا كنت بستلف من ده وأستلف من ده، والدنيا كانت دادة معايا، فطبعا الناس دلوني قالوا لي في مؤسسة الأرمان، جامعة الأرمان ممكن تساعدك وكده. فقدمت فيها الحمد لله رب العالمين، واديت ورقي وانا معايا شهاده تاهيل بمعوقين بتاعه البتر اللي في ايدي، والحمد لله استجابوا معايا جمعيه الارمان كتر خيرهم. تواصل وزارة الداخلية تنظيم ورش العمل التدريبية للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزي وعدد من البنوك المصرية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، ويأتي ذلك استمرارا لدور الوزارة في رفع الوعي المجتمعي للتصدي لمخاطر الشائعات. تقرير. استمرارا للدور وزارة الداخلية الرائد في رفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الشائعات، نظمت الوزارة بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية 27 تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزي وعدد من البنوك المصرية. هذه الورش على درجة عالية جدا من الأهمية، أولا أنها تقدم حالة تثقيفية أمنية شرطية مهمة جدا في مع ضوء التغيرات العالمية والتغيرات التكنولوجية ومختلف أساليب
الإشاعات وبث الفرقة ووسائل التواصل الاجتماعي. فهمونا يعني إيه المحافظة على الهوية المصرية، ما هو الانتماء، دورنا إحنا كشعب عادي إن إحنا نوعي بعض إن في مخططات من برة لينا. الحمد لله بعد ما حضرنا الدورات دي وقعدنا في ورش العمل في وزارة الداخلية المعلومات كلها اتصححت لنا وبقت لنا حاجات كتير جدا كده كانت غايبة عننا. تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات في مقدمتها، مفهوم حروب الجيل الرابع وأدوات هدم الدول من الداخل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام. أهم سلاح النهاردة المفروض كل دولة تحرص على امتلاكه هو سلاح الوعي، لأن التكنولوجيا والمباني والفلوس والرفاهية ما تسويش أي حاجة من غير إنسان واعي وناهض ومنتج وعنده أخلاق. لازالت الإنجازات تتوالى، ولازالت هذه السمات الطيبة التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال هذا الوعي المستنير الذي تبثه أكاديمية الشرطة حينما تستضيف هذه الكوادر لكي تبين لهم قيمة هذا الوطن الذي نعيش فيه. كل معلومة عرفتها فعلي معلومة صادقة حقيقية بتعرفني يعني ايه اكافح شائعة. طبعا دي هتخلينا ان احنا نقدر ازاي نواجه الشائعات اللي بنواجهها واحنا في الشارع واحنا في شغلنا مع اولادنا مع احفادنا، ازاي ان احنا نقدر نواجه الشائعات دي بطريقة ممنهجة وبطريقة تقدر تساعدنا على تلافيها والوقوف قدامها قبل ما تحصل. وقد أشاد المشاركون بجهود وزارة الداخلية في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع لتصدي لمحاولات هدم الدول، بل وتؤكد مثل هذه الورش على أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية والاعتزاز بالإنجازات الوطنية. نشكر وزارة الداخلية على الورشة اللي معمولة ديت، فعلا استفادة جامدة جدا، يعني في حاجات احنا كنا عندنا خلفية عندها بسيطة مش متأكدة، بعد اللي شفناه هنا بصراحة حاجات موثقة. دورة مفيدة جدا، يعني احنا بنستفاد منها طبعا، استفيد من الواحد حتى لما يخلص الدورة دي يتكلم مع زملائه في العمل ويتكلم مع اولاده واصحاب اولاده ويوعيهم التوعية الشاملة لهذا الموضوع، لان احنا في الاخر بنتكلم في حماية الدولة ووطننا اللي احنا تربينا فيه وعشنا فيه. وعلى هامش ورشة العمل التدريبية تم تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمرافق ومنشآت وكيانات أكاديمية الشرطة لمشاهدة ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية متطورة لبناء وإعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا، حيث أشادوا بهذه الإمكانات وبالبرامج التدريبية والتعليمية التي تطبقها الأكاديمية. تعرفت على يعني حاجات أول مرة بشوفها، وده دل على شيء، دل على إن يعني دور الملموس والملحوظ للسادة القادة والقائمين بالعمل هنا في الأكاديمية. تدريب عملي مهني على أعلى مستوى، أنا اتفاجأت بيه صراحة، حجم الطفرة اللي موجودة والفكرة الأساسية في إن المدنيين يخشوا يشوفوا إزاي الضابط بيتأهل، دي فكرة متميزة جدا، لأن دي اللي بتخلق الوعي عند الناس إنها تفهم الدور الحقيقي للشرطة. وتواصل وزارة الداخلية عقد مثل هذه الورش التي تعظم من دورها المجتمعي في تعميق الانتماء الوطني وتشكل حائط صد مجتمعي ضد الشائعات الهدامة التي تستهدف استقرار وأمن الأوطان. استقبلت المعابر الحدودية عددا من الجنسيات الأجنبية وذلك عبر معبري قسطل وأرقين الحدوديين، وهذا ولا تزال الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين الذين يفدون إليها. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من معبر قسطل الحدودي أشرف مبارك. أشرف، يعني ادينا فكرة عن آخر التطورات في معبر قسطل. منى صباح الخير، برحب بيكي من معبر قسطل الحدودي. في هذه اللحظات يمكن وصل 30 حافلة كبيرة تضم المئات من الأشقاء السودانيين، وصلوا في الصباح الباكر عبر معدية قسطل إلى الأراضي المصرية. يعني إذا استعرضت الكاميرا هذه الحافلات سوف نجد عدد كبير من هذه الحافلات وصل إلى الأراضي المصرية في هذه اللحظات، يعني هي أغلبها حافلات كبيرة تقل يمكن الأشقاء السودانيين، وأيضا عدد كبير من جنسيات دول العالم، أبرز هذه الجنسيات يمكن من إندونيسيا والفلبين
الفلبين والصين وعدد من دول شرق آسيا، بالإضافة أيضا إلى بعض الجاليات من الدول الإفريقية وصلت إلى الأراضي المصرية لاستخدام المطارات المصرية للذهاب مرة أخرى إلى دولهم. بنتحدث أيضا في هذه اللحظات أيضا عن ممكن تم استقبال تلك الحافلات والأشقاء السودانيين من قبل الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة وسائل الدعم لهم، سواء من تقديم الأغذية والمياه وأيضا تقديم كافة الأمور التي تسهل من رحلتهم، ممكن التي استمرت لنحو 9 أيام داخل الأراضي السودانية حتى وصولهم إلى معبر قسطل الحدودي. يمكن أيضا المشهد اللافت والأبرز في هذه الناحية، يمكن هناك بعض الحافلات التي بدأت تجهز لعودة حركة التجارة مرة أخرى. يمكن إحنا أشرنا في الأيام السابقة عن عودة حركة التجارة مرة أخرى ما بين مصر والسودان، هناك شاحنات كبيرة كانت دخلت من المعبر المصري باتجاه الدولة السودانية وأيضا من الدولة السودانية إلى الأراضي المصرية. هناك يمكن هذه الشاحنات كانت تنقل بعض رؤوس الماشية وأيضا بعض السلع التموينية والغذائية من الدولة المصرية إلى الدولة السودانية. أيضا هناك يمكن عدة تقارير صدرت عن العديد من المنظمات الدولية، أبرز هذه التقارير التي صدرت يمكن بالأمس، برنامج الأغذية العالمي أصدر تقرير بعد الجولات المتعددة في المعابر الحدودية وأيضا في الدولة السودانية أنه تم فقد يمكن نحو 17,000 طن من الأغذية أو المساعدات التي تم دعمها للدولة السودانية، وتم سرقة هذه المساعدات بشكل كبير من قبل بعض الميليشيات في الدولة السودانية، وهما أثر على تقديم مثل هذه المساعدات للشعب السوداني. أما برنامج أو مفوضية شؤون اللاجئين أيضا أصدرت تقرير قالت بأنها سوف تطلق نداء استغاثة لتوفير نحو 470 مليون دولار لكافة دول الجوار للدولة السودانية لمساعدتها في استقبال الأشقاء السودانيين. يمكن أشارت إلى أن مصر سوف تحصل على 25% من هذا الرقم، اللي يكفي احتياجات أو مساعدة الأشقاء السودانيين على مدار 6 أشهر. أيضا منظمة اليونيسف أيضا أصدرت تقرير آخر، وهو يمكن أن نحو 14 مليون طفل معرضون للخطر نتيجة يمكن نقص المواد الغذائية ونقص المساعدات للدولة السودانية. فيعني هذه التقارير تحمل أرقام يمكن صادمة بالنسبة ل ما تعيشه أو ما يتعرض له الشعب السوداني، وأن المنظمات الدولية يمكن حذرت من استمرار هذا الوضع يمكن اللي بيستمر على مدار شهر ونصف، يمكن بتحدث عن 45 يوم منذ بداية هذه الأزمة في 15 من إبريل الماضي. لكن يمكن الدولة المصرية بتقدم كافة التسهيلات وتقدم كافة الدعم من خلال المعابر الحدودية وتقديم المساعدات أيضا إلى الدولة السودانية، سواء عن طريق القوات المسلحة المصرية أو عن طريق استخدام هذه المعابر لتقديم المساعدات إلى الدولة السودانية، وهي تفتح يمكن الأبواب أمام كافة المنظمات الدولية لمراقبة الوضع على أرض الواقع، وأيضا يمكن تقديم المساعدات من خلال المعابر المصرية إلى الدولة السودانية سواء معبرية أركين أو قسطل الحدوديين. إليك منى مراق. شكرا الزميل أشرف مبارك من معبر قسطل الحدودي، شكرا لك. أقامت الهيئة الوطنية للإعلام احتفالية باستوديو 45 بالإذاعة المصرية تحت شعار يوم الوفاء لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامي في بيتهم الإذاعة المصرية تقديرا أو وعرفانا لدورهم الرائد. وأعرب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اعتزازه وتقديره لأجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا إعلام هادف قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن. هنا القاهرة، أول كلمة بدأت بها الإذاعة المصرية مشوارها التثقيفي والتوعوي منذ 89 عاما من دار الإذاعة المصرية الكائن بوسط البلد في القاهرة. واليوم وبمناسبة عيد الإعلاميين تكرم الهيئة الوطنية للإعلام شيوخ المهنة الذين أثروا في أجيال متعاقبة ليس في مصر وحدها ولكن في القطر العربي بأكمله. كان لها أدوار، بدأت بأدوار تثقيفية وتوعوية وتنويرية إلى أن جاء العام 52
يعني أيضا دور سياسي بدأ معها ومع ثورة يوليو 52 إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. الإذاعة المصرية موجودة في السلم وفي الحرب. شيوخ المهنة وأساتذتها يسترجعون ذكرياتهم في مختلف الظروف التي مرت على مصر والوطن العربي، وكيف كانت الإذاعة المصرية داعمة لشقيقاتها، وخصوصا إذاعة صوت العرب. صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. أنا بتمنى يعني أعتقد أن ده الأستاذ حسين زين اللي عامله دلوقتي، أنه الأولاد إحنا تربينا على إيه عمالقة الإذاعة المصرية في عزها وفي أوج مجدها. فاللي بيعمله دلوقتي والشغل ده أنا سعيدة جدا بيه، أن كل القامات اللي قدامنا دلوقتي أنها ممكن تساهم وتبقى تاني الأسطى الكبير اللي يتعلموا على إيه كل البلي الصغير. الإذاعة المصرية كانت دايما هي الرائدة في هذا المجال، وهي اللي كانت بتنمي المشاعر الوطنية. يعني أيام حرب 67 اتقدمت أغاني كتير جدا جدا من الإذاعة المصرية، كانت بتلهب حماس المواطنين. والإذاعة المصرية هي دايما دورها رائد في كل الاحتفالات في كل المجالات. ذكرياتي مع الإذاعة المصرية تبدأ من عام 1973. كنت بعمل امتحان دخول هذا المبنى، يعني بالضبط من نص قرن 50 سنة، في أجواء حرب أكتوبر المجيدة. فكانت السنة بالنسبة لي سنة تاريخية على مستوى الشخصي وعلى مستوى مصر، حصل فيها الانتصار العظيم لمصر. وكتبت طبعا في الفترة دي كل الأغاني الوطنية اللي اتعملت لانتصار أكتوبر اللي كانت بتتعمل في المبنى ده، وأنا كنت لسه يعني جاي ضيف بامتحن. لكن شفت وردة وشفت الناس اللي جت غنت أغاني الرائعة اللي أثرت في تاريخنا. هذه هي الإذاعة المصرية، المرآة التي تعكس الألوان المختلفة لكل مظاهر النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والديني. إذا أردت أن تعرف تاريخ هذا البلد العظيم أو تتعلم مهنة الكلمة، فعليك بمراجعة أرشيف الإذاعة المصرية. عمر حمزة النيل. اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة النيل والتفوق والتقديرية والتشجيعية خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة 69 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة. جوائز الدولة تعد مبعث فخر لمن يحصل عليها، هذا ما أكدته وزيرة الثقافة في كلمتها في الاجتماع الذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن جوائز الدولة. تكرم الدولة المصرية من خلال المجلس الأعلى للثقافة مثقفيها ومبدعيها على منجزهم الفكري والثقافي والفني المتميز في مجالات الجوائز المختلفة، لتؤكد على ما تولي الدولة من تقدير واهتمام ورعاية للفنون والآداب. وتم اعتماد والتصويت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة النيل والتفوق والتقديرية والتشجيعية في اجتماعين مغلقين. تصويت المجلس الموقر لمنح جوائز الدولة الأربع، النيل، التقديرية، التفوق، وكذا اعتماد جائزة الدولة التشجيعية، وذلك وفقا لما توصلت إليه لجان الفحص من قوائم قصيرة. المشاركون في التصويت على جوائز الدولة أكدوا على أهميتها وقيمتها الأدبية بغض النظر عن قيمتها المادية. قيمتها جيدة ولا بأس بها، ولا يجب أن نقارنها أبدا بالدول البترولية أبدا، ولا يجب أن نفعل هذا. دي يكفي أنها تحمل اسم مصر، النيل، الأهرامات، طه حسين، نجيب محفوظ، أم كلثوم، يعني تحمل اسم دولة صنعت الحضارة في المنطقة كلها وما زالت تصنعها حتى الآن. يوم جميل وسعيد أن ترى المثقفين المصريين يجتمعون ويناقشوا القضايا الثقافية على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. وتمر عملية الاختيار والترشح للجوائز بمراحل مختلفة،
التفوق هي الوحيدة اللي بيسمح ليها ان الشخص يتقدم بنفسه، لكن جائزة النيل والتقديرية لازم هو المكان يرشحه، وفي جهات رسمية هي اللي بتتم ترشيح، اذا كانت نقابات او جامعات او مؤسسات ثقافية عليا يعني. والتشجيعية لا، التشجيعية بيبقى ليها بيتقدم إليها الفنانين، وبتبقى بتاعت يعني التشجيعية فنانين شباب، ويبقى في نزاهة شديدة في الاختيار، وبيبقى في جدل كبير جدا. يعني عايز أقول بس أطمن كل الناس إنه الحقيقة اختيار الجوائز ما بيبقاش بسرعة أو بيبقى من غير تفكير، والحقيقة بيبقى بياخد وقت طويل جدا 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 علشان يحصل اختيار لأحد المرشحين. وأجري التصويت بعد اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 41 عضوا للمجلس الأعلى للثقافة لاجتماع المجلس 69. الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة هو عيد ليس فقط للمكرمين بل للعمل والإبداع أيضا، تكريم يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم المتميزين في كافة المجالات، ويمثل وعدا لمن يحدوه الأمل ومن لم يحالفه الحظ لعلها تأتي في الأعوام المقبلة. فالأماني لا تزال ممكنة. من المجلس الأعلى للثقافة، محمود العزالي، النيل. دي كانت مجموعة من الأخبار والتقارير اللي هنكملها معاكم ومع زميلي محمد البولوك، لكن بعد فقرة إيروبكس اللي هتتابعوها دلوقتي. خليكم معانا في هذا الصباح. النهارده هنلعب تمارين لتقويه عضله الابس، وهنشوفكم بعد الفاصل. بقول تمرين معانا هيبقى كرانش، وهيكون بالشكل ده. احاول احط ايدي بالشكل دوت قدامي واطلع نص طالع. هلعب التمرين ده 3 مجاميع في 12 عضله. هحاول اثبت راسي عند نقطه معينه. وتاني تمرين معانا هيكون باي سكيل، وهيكون بالشكل ده. هحاول اثبت قدام وافرد مشط رجلي بالشكل ده، اثبت اطول وقت ممكن. وتالت تمرين معانا وهيكون سايد كرانش، وهيكون بالشكل ده. احاول اجيب اي حاجه احطها كاتزان، افرد رجلي قدام، ايدي جنبي، والعب بالشكل ده. ورابع تمرين معانا هيكون بالشكل ده. كده تكون خلصت تماريننا، ونشوفكم في حلقة تانية.